ان شاء الله السيشن ده مش هنطول فيه، هو هنطول في حاجة مهمة جدا. بس ان شاء الله مش هتطول، يعني زي التشابتر اللي فات كام ساعة يعني. تمام، اللي هنتكلم عليه النهاردة هو ستام سيلز، سيل بوليفريشن and differentiation. تمام كده، ده اللي هنتكلم عليه. بيقول لك في البداية هو ايه هي السيل بوليفريشن. سيل بوليفريشن هو من الاخر ان انت بتزود عدد السيلز، تمام، بسبب حاجتين: ان السيل بيحصل لها growth او division. في حاجة تانية ممكن اعملها عشان اعمل سيل بوليفريشن او ازود العدد؟ لا، هو حاجتين، يا اما السيل هتحصل لها growth يا اما السيل هتعمل division. تمام، بيقول لك ان الامبريو في البداية بيبقى عنده rapid proliferation و differentiation. بمعنى ادي عندي اهو الامبريو، بعد ما بقى سيل هتلاقي بعد كام يوم بقى 2 سيل، بقى 8، بقى مش عارف ايه، لغايه ما عمل لي موريلا، لغايه ما هناخدهم بعد كده. تمام، بعد كده انر سيل ماس واوتر سيل ماس وشغل الامبريولوجي ده كله، علشان بعد كده يعمل ديفرنشيشن. هل انا اقدر اقارن سرعه الامبريو الديفرنشيشن والبليفريشن بتاعت الامبريو بالادلت؟ يعني هل عدد السيلز اللي بيحصل لها ديفيجن عندي دلوقتي هي هي لما كنت لسه امبريو ولسه بيحصل لي اصلا ديفلوبمنت ولسه اصلا بيحصل لي الفيتشرز بتبان؟ لا، اكيد في اختلاف شاسع بين الاثنين. طب انا امتى اصلا اقول على الاورجانيزم ان هو اتحول من امبريو لادلت؟ بيقولك ان انا بسمي المرحله دي، تمام، اول ما الاورجنز اللي جوه الاورجانيزم تتكون، حتى لو فيتس، يعني حتى لو لسه جنين، هسميه ادلت، عشان بعد كده لما نقول ادلت ستيم سيلز ما يكونش ادلت بمعنى ان هو حد عنده 30 40 سنه. لا، التعريف ده مهم. امتى اقول على حاجه ادلت او على الاورجانيزم ان هو ادلت؟ دي الستيج اللي اول ما الاورجانيزم يكون الاورجانز بتاعتها، خلاص كده هو بقى ادلت، كده انا اعتبرته ادلت حتى لو هو لسه فيتوس. تمام، بيقول لك برضو ان في كل لما انت السيل تحصل لها ديفرنشيشن، تمام، هتلاقي ان البوليفريشن بيقل. طب ليه؟ هقول لك بعد كده ان انت هتلاقي سيلز كتيره become arrested and at G0. تمام، اللي هي من الاخر عشان لسه ما صرحناش السيل سايكل، بجمع بس كان فيها حاجه ليها علاقه بالبكتيريا وكده. فالمهم يعني لما هنشرحها، G0 هي الحاجه اللي هو السيل بعد ما تخلص الديفيجن بتفضل قاعده فيها، قاعده كده ما بتعملش حاجه. تمام، زي طبعا النيورونز، الكاردييك ماسلز، حاجات كتير. تمام، فدي اللي بتبقى arrested at G0. وهنقول دلوقتي المثال بتاعت السيل بوليفريشن ايه. بس الفكره ان هو بيقول لك ان كل ما بيحصل ديفرنشيشن اكتر البوليفريشن بيقل. ايه الدليل بتاع سيادتك؟ ان في سيلز كتيره بتبقى become arrested at G0. تمام، طب المفروض ماشي انا بعمل بوليفريشن، هل الدنيا ماشيه كده جهجوني مفيش اي نيله بيتحكم بيه؟ لا، بيقول لك ان انت عندك حاجه اسمها هوميوستاسيس. ايه الهوميوستاسيس؟ ان عدد السيلز اللي بتموت بتساوي عدد السيل ديفيجنز اللي بتحصل. تمام، يعني السيل ديفيجن بيساوي السيل ديث. طب انا لو زودت من السيل ديفيجن هعمل ايه؟ تيومر. تمام، لو زودت السيل ديث هيحصل ايه؟ يا ايدز، على حسب ايه اللي بيموت برضو، بس اللي بيبقى سبب في السيل ديث. تمام،
او بيبقى سببه السيل ديث ايدز او الزهايمرز. تمام كده. هنيجي بقى نتكلم على السيل. كل اللي كنا بنقوله ده كان عبارة عن مين بوينتس هنحطها علشان نشتغل في الباقي. هنتكلم بقى هنا عن السيل بروليفيشن رغبت ان حطيت ار زياده بروليفريشن. ما استغربت في ايه الار في ايه. ما علينا ما علينا. سيل بروليفريشن في الادلت تحصل بتحصل. المهم تلات انواع. تمام. استاتيك سيل بوبيوليشن. ستيبل سيل بوبيوليشن. لابايل سيلز. تمام كده. انا عندي ثلاثة: static cell population, stable cell population, labile cells. static cell population تمام من اسمها static العدد ثابت. تمام. يبقى دول permanent cells. اسم تاني non dividing cells. تعمل ايه؟ stay in G0. تمام. stage ليه؟ هي من كتر ما هي highly specialized وان هي ما تقدرش توقف الفانكشن بتاعها فبتفضل ما تنقسمش. زي النيورونز. انا دلوقتي عندي النيورون عمل لي connections ادي اهو مش عارف بتاع ده والاكسن والاكسن تيرمينالز اي حاجه كروكي كده فهو مش عارف متوصل لي مع نيورونز تاني هيوقف الفانكشن بتاعه ويوقف لي الكونكشنز دي كلها علشان يعمل لي نيورون جديد. doesn't make sense at all. هتوقف حاجات كتير وممكن يبوظ اصلا السيستم كله ان هو مجرد ان انا حاجه تفصل. فدي من هو من كتر ما هم highly specialized تمام ما يقدروش يوقفوا شغلهم عشان ينقسموا. بقى كده خلصت اول حاجه static cell population. الستيبل بقى cell population وده اللي هو اغلب جسمنا. تمام. ده بيعمل renewal by duplication of existing cells طبعا. تمام. ليه اسم تاني quiescent cells. quiescent quiescent جاي من هدوء او ان هو حاجه ساكنه او قاعده فهما ان هما بيحافظوا على السكون بتاعهم على عدد السيلز بتاعهم. example زي smooth muscle cells endothelium وmost cells بتاعت ال internal organs most of them. تمام. طب اللابايل بقى لابايل يعني متجدده. طب ما كل ده متجدده. لا بس ده الطريقه بتاعته مختلفه. تمام. ليه يعمل حاجة؟ لا عشان هي بتعمل renewal by stem cells وبعديها بقى هنتكلم بقى على stem cells. يبقى ده مفتاح الدرس بتاع النهارده. تمام. يبقى هي continuously divided على طول بتجدد. طب انا الاكزامبلز بتاعتي هنا ايه؟ blood cells. البلاد اصلا بيتعمل من البولمر. تمام. الابيثيليال سيلز السكين بتاعي مش بيتجدد من ال الاوف سكين. ابيثيليال سيلز اوف سكين السكين بتاع الابيثيليوم بتاعه مش بيتجدد من الديفيجن. لا بيبقى فيه ستيم سيلز فاضله لسه عندي لغايه ما اكبر عند السكين ده بتجددهولي او بتعوض لي اللي بيموت بسبب العوامل الكومبريشن ولا انا الفريكشن وكده يعني. تمام.
والإبيثيليال سيلز بتاع اللايننج اوف دايجستيف تراكت. تمام كده؟ يبقى انا قلت من الاول انواع بوبيوليشن دي حاجه واقفه ما ينفعش توقف الفانكشن بتاعها عشان تعمل لي ديفيجن doesn't make sense at all. تمام؟ بعدين سيل بوبيوليشن بيفضل بيحافظ على عدده، اغلب اللي بتعمل كده لابايل سيلز بتتجدد طريقة تانية هي متجددة، بس بطريقة ايه هي؟ اللي هي ستيم سيلز. قلنا بلود سيلز، تمام، اللي هو ماتو بيوتيك سيلز ده الام بتاعتهم، والابيثيليال سيلز وال بتاعت اللايننج بتاعت الدايجستيف تراكت. ندخل بقى على الستيم سيلز، نبدا بقى، وده مهم مش عارف بيحبوه قوي في الامتحان، يعني يا اما يجي باسجي يا اما يجي انفنتوري، مش عارف انا ايه سر حبهم فيه. يعني جه باسجي عليها وكان بيقعد يسال بقى انت الستيم سيلز دي مش عارف انو لاير كان عملت لي الهارت، ده كان سؤال السنه اللي فاتت، تمام، ميزوديرم اكتوديرم اندوديرم الحاجات دي كانت الميزوديرم عامه يعني، وهنقولهم دلوقتي. تمام، فهي حاجة مهمة يعني. تمام، انا دلوقتي ايه البروبرتيز اللي انا اول ما اشوف عليها اي سيل اقول عليها ان هي ستيم سيل؟ عندي حاجتين، سيلف رينيوال وبوتنسي. سيلف رينيوال وبوتنسي، في بقى شوية كلام هنا. يعني ايه سيلف رينيوال؟ تمام، يعني انا لما حاجه اديفايد هحافظ على نفس البروبرتيز، بمعنى حاجه اسمها اسيمتريك ميتوزس. المفروض ان انا لو بدات بستيم سيلز مثلا بلوري بوتنت مثلا، وهنقول ايه هما البلوري بوتنت بعد كده، بلوري بوتنت، تمام، وعملت ديفايد هيحامل لي سيلف رينيوال، بمعنى ان هيفضل لي سيل بلوري بوتنت، تمام، ويعمل لي ديفيجن للسيل اللي انا عايزها بعد كده اللي هي مالتي بوتنت مثلا، ان هي مثلا ادلت مش عارف اي حاجه هيماتوبيوتيك ستيم سيلز او وات ايفر اللي انا عايزه، او ابيثيليال ستيم سيلز، بس المهم ان هو هيعمل لي سيلف رينيوال، عدده هيفضل موجود ثابت مش هيتغير مهما عملت ديفيجنز. فده الاسيمتريك ميتوزيس كونسبت، ممكن يبقى جديد بس مهم في الستيم سيلز بالذات، ان هو بيعمل اسيمتريك ميتوزيس، مش يعني اوتبوت او من، تمام. طب ايه هي البوتنسي؟ دي تاني بروبرتي. ايه هي البوتنسي؟ هي الكاباسيتي بتاعت السيل ان هو يعمل ديفرنشيات للسيلز تايبز تانية، تمام. يبقى انا الحاجتين دول اول ما اشوفهم، اول ما اشوفهم اعرف كده ايوه انتي ستيم سيلز، تمام. اول ما اعمل ديفيجن الاقي ان هو يعمل لي سيلف نيول واسيمتريك ميتوزيس، تمام، اللي هو على عكس العاده. تاني حاجه ان هو يعمل لي بوتنسي، ان هو بيعمل ديفرنشيت لاذر تايبس من السيلز، تمام، عشان بدل ما ارسم معاك فرسمه كنت محضرها، تمام. انا عندي الستيج اوف امبريو جينيسيس، ان هو تكوين الامبريو. انا عندي ايج وسبرم هيفيوز مع بعض يعملوا لي فيرتلايزد ايج، تمام، بعد كام يوم يعمل لي تو سيل امبريو، بعد كده مع ديفيجنز كتير مالتي سيل امبريو او الموريلا، تمام، بعد كده تديفرنشيت شويه فتعمل لي اوتر سيل ماس، والاوتر سيل ماس دي اللي بتكون لي البلاسينتا، تمام، والانر سيل ماس اللي بتعمل لي الفيتس الجنين بتاعي، تمام. طب كل ده على بعضه ده ايه؟ ده اسمه بلاستوسيست، تمام، ده بيتكون من اليوم الاربع لل14، تمام. بيقول لك ان هو بعد كده بيتكون لك الانر سيل ماس دي التراي لامينار ستراكشر. ايه التراي لامينار ستراكشر؟ ايه في الامبريولوجي كلها اخدته تراي لامينار، هما
هما اللي انا لسه كنت قايل لهم، اندو ميزو واكتو، ثلاثة هما دول التراي لامينار ستراكشر بتاع الامبريو. تمام، بس الرسمة دي كانت لازم توضيحية عشان هفهم بعد كده الأقسام. أنا عندي types of stem cells according to potency، according to إيه؟ للبوتنسي. تمام، اللي هم الـ ability to differentiate. عندي توتي بوتنت. تمام، توتي معناه entire، يعني بيعمل لي، يقدر يعمل لي، لو أنا معايا السيل كلها يقدر يعمل لي entire organism ويبقى عايش. تمام، يبقى أنا عندي أول تايب توتي بوتنت، وتوتي يعني entire، عنده الـ entire potency، ده أكتر حاجة. تمام، لو أخدت سيل منه وحطيتها على جنب، لو سبتها كان construct complete viable organism بكل حاجة، بالبلاسينتا بتاعته بكل حاجة. تمام، طب ده أنا أخده منين؟ أخده من الموريولا. شايفين سيلز دي؟ لو أخدت منها شوية سيلز وحطيتهم على جنب، دي كده توتي بوتنت ستيم سيلز. تمام، يبقى دي انا اخدها من منين؟ المرحله امتى؟ من الفيرتلايزد ايج ستيج، من اول الفيرتلايزد ايج ستيج لغايه الموريولا، يبقى دي اخر حته اقدر اخد منها. يبقى من اول الفيرتلايزد ايج ستيج لغايه الموريولا، اخر حته اقدر اخد منها توتي بوتنت ستيم سيلز الموريولا. بعد كده هلاقي ان انا قلت لكم الحته دي ديفرنشيتد لاوتر سيل ماس وانر سيل ماس. تمام، ليه بقى؟ عشان هنا بقت بلوري بوتنت ستيم سيلز. ايه البلوريبوتنت ستيم سيلز؟ لاحظت ان انا قلت لك ان الاوتر سيل ماس بيعمل البلاسينتا والانر سيل ماس هيعمل الفيتس، يبقى انا لو اخدت سيلز بس من الانر سيل ماس هيعمل الفيتس بس مش هيعمل البلاسينتا بتاعته، يبقى مش هيعيش. تمام، يبقى هيعمل الديفرنشيت لل 3 برايمري جيرم لايرز بس، اللي هم الاندو اكتو ميزو بس. وده بيتاخد قلنا من البلوريبوتنت ده من الانر سيل ماس بتاعه البلاستوسيست. تمام، يبقى دي كانت تاني حاجه. بعد كده بقى اخر حاجه او قبل الاخيره، او هي تعتبر اخر حاجه مهمه، مالتي بوتنت. مالتي بوتنت بقى بعد كده، بقى ده في المراحل اللي بعد كده، خاصة في الأدلت، يعني احنا دي ممكن نقول عليها أدلت ستيم سيلز. ليه؟ علشان هو بيقدر يعمل لي سيلز اللي كلوزلي ريليتد لبعض، اللي هما فاميليز مع بعض. طب زي ايه؟ انا كلمة قلتها كتير النهاردة، هيماتو بيوتيك ستيم سيلز اللي فورم البلود. بيعمل لي بقى ايه؟ بيعمل لي كل العيله اللي بتاعت البلود. تمام، جرانيولوسايت والاجريت بتاعت البلود سيلز. تمام، بيعمل لي ريد بلود سيلز، يعمل لي وات ايفر بقى، حاجات تانيه بيتس بقى تبع الوايت بلود، هيعمله لي كلها مع بعض. او الابيثيليال ستيم سيلز، هتقولي هو ده عيله؟ ايوه، هقول لك بعد كده. انت لما تاخد الابيثيليوم هتلاقي ان ليها انواع كتير قوي، الابيثيليوم سيلز دي. تمام، فهو بيعملهم بقى كلهم كلوزلي ريليتد لبعض. عندك بعد كده حاجه ما بتتقالش كتير، اوليجو بوتنت ستيم سيلز، معلوش كلام كتير غير ان هو بيقدر ان هو يعمل مور ذان وان type of cells. وعندك اخر حاجة يوني بوتنت ستيم سيلز، ان هو بيقدر يعمل بس one type of cells. طب انا ليه بقى هنا قلت عليه يوني بوتنت ستيم سيلز؟ انا ليه ما قلتش عليه سيل عادية؟ طب هو كده كده بيعمل لي نفس السيل بتاعته. طب هو كده اختلف في ايه؟ احنا قلنا حاجتين اللي بيأثروا عليا، بوتنسي وسيلف رينيوال. بوتنسي يعتبر هو لسه فيه بوتنسي، هو قليل قوي ان هو وان سيلز بس لسه موجوده. طب تاني حاجه بقى اللي تتحكم لي ان هو ستيم سيلز ولا لا، سيلف رينيوال. هو لسه عنده الابيليتي تو سيلف رينيو، ان هو انا عندي واحده يوني بوتنت هيديني مثلا الابيثيليوم بيثيليال سيل
واليونيبوتنت ستيم سيلز بتاعت الابسيليم، يبقى لسه بيحافظ على نفسه. يبقى دام هو لسه عنده الاسيمتريك مايتوزس يبقى كده هو لسه ستيم سيل. تمام كده. اقدر اخد منين انا الستيم سيلز؟ اعتقد ان احنا قلناهم تمام في التايبس، بس هنزود كام حاجه. تمام، اول سورس الامبريونيك ستيم سيلز. تمام، الامبريونيك ستيم سيلز دي باخدها منين؟ من البلاستو سيست، وهو هنا احنا قلنا عليها ايه؟ بلوري بوتنت. تمام، احنا كده لسه بنعيد نفس الكلام يا طارق. طب مشكلتها ايه؟ تمام، مشكلتها ethical restriction. انا دلوقتي الجنين اللي انا اخدته ده الامبريو البلاستوسيست، تمام، مش ده لو كنت سبته كان هيعمل لي امبريو، كان هيعمل لي جنين، كان هيعمل لي روح، والشغل ده بقى كله ده ethical restriction. يبقى انا ما ينفعش اموت جنين وكل ده علشان اعمل ريسيرشز، ما ينفعش. تمام، تاني عيب فيه highly incidence ان هو عندي ان هو يحصل تيومر. تقول لي تيومر ازاي؟ هقول لك في تيومر اسمه تيراتوما. تمام، ايه التيراتوما دي؟ تمام، دي تيومر. تمام، في كل حاجه حرفيا. هو انا مش بادئ ببلوري بوتنت وبادئ اسمه ايه ده بحاجه تقدر تديفرنشيت لكل حاجه موجوده في الفيتس. تمام، ده ممكن يعمل لي ورم اسمه تيراتوما، حاجه في كل حاجه في في الفيتس، في شعر، في اسنان، في عظم، في كله. طب ده بيحصل بايه؟ بسبب ان هما بيحصل مشكله لما يجي يتحكموا في الديفيجن او في الديفرنشيشن بتاع البلوري بوتنت ستيم سيلز، فيكون لي التيراتوما. هوريك الصوره دي، ده مش كرتون، ده تيراتوما. تمام، في الايز اهي، في الان، في كل حاجه، ده تيراتوما. تمام كده، يبقى دي مشكله الامبريونيك ستيم سيلز، فقلنا بلاش منها. هل على ايه؟ تمام، ندخل على بعديها. ادلت ستيم سيلز. تمام، ادلت ايه؟ ستيم سيلز. بيقولك الادلت ستيم سيلز دي تمام ليها تلات كلاسز. تمام، اول كلاس الفيتال ستيم سيلز. احنا قلنا ان الفيتس يعتبر ادلت، احنا قلنا لازم نركز في الحته دي، ادلت من اول ما يتكون الاورجان. تمام، ففي طريقين ان انا اخد فيتال ستيم سيلز. تمام، يا اما البلاسينتا وهي بلوري بوتنت ستيم سيلز، يا اما الاورجنز بتاعه الفيتس ودي مالتي بوتنت ستيم سيلز. تمام، بس لو انا هاخد من المالتي من الاورجنز بتاعه الفيتس دي لازم هعمل اجهاض، لازم يحصل ايه؟ اجهاض. كده رجعنا ايه للاسيكال ريستريكشن. ندخل على بعدها umbilical cord blood. طبعا ده كويس ان انا باخد من umbilical cord اول ما يتولد الجنين، هاخد umbilical cord بتاعه واخد الدم منه، ده ما فيهوش اي ethical restriction. تمام، بيستأذنوا بس من الام او كده ان هم ياخدوا umbilical cord ل some kind of research، بس ده عادي، بس بيطلع منه ايه؟ بلوري بوتنت، عشان يعتبر برضو من البلاسينتا في البلاسينتا البلود بارير والشغل ده بوتنت. تمام، او ان هو يبقى اورجان. كل ده طبعا الكلاسز بتاعت الادلت ستيم سيلز، سبيسيفايد ستيم سيلز. تمام، دي موجوده فين؟ في الهارت.
في التيس، في البون مارو، وطبعا دي مالتي بوتنت، عشان احنا اول ما قلت البون مارو يبقى هو ايه مالتي بوتنت، يعني نربط ده بده، عشان قلنا بيجيب العيله كلها من اولها لاخرها. تمام، يبقى كده نعيده من اول تاني. احنا قلنا الامبريونيك ستيم سيلز وادلت ستيم سيلز، لسه في نوعين تانيين بس لحد دلوقتي بس عشان مش كله يتلخبط. امبريونيك ستيم سيلز قلنا بياخد من البلاستوسيست وهو بيبقى بلوري بوتنت، بيحصل لي مشكله ان انا ما بعرفش اعمل اتحكم في الديفرنشيشن بتاعه. تمام، وعلى فكره دي اغلب مشاكل البلوري بوتنت يعني. تمام، ان انا ما اقدرش اتحكم في الديفرنشيشن بتاعه فيعمل لي تيراتوما. تمام، تاني حاجة طبعا هنا في اسكال ريستريكشن غير التريتوما يعني. تاني حاجة عندي الادلت ستيم سيلز دي بعملها يا اما من الفيتل يا اما امبليكال كورد يا اما اورجان سبيشاليز ستيم سيلز. قلنا البلاسينتا بلوري بوتنت او الاورجان بتاعت الفيتس مالتي بوتنت، بس لو هاخد من الاورجانز بتاعت الفيتس لازم هعمل ايه؟ جاد ده على طول. سوري، امبليكال كورد دي مالتي بوتنت وده عادي ما فيهوش اسكال ريستريكشن، بس احنا قلنا لسه هو مكتوبه عشان بس ما تلخبطش بلوري بوتنت، سوري خط معوق انا اسف، بلوري بوتنت. تمام، بس لسه برضو في مشكله بتاعه الايتريتوما. المشكله ان احنا عايزين ايه؟ عايزين حاجه تبقى مالتي بوتنت، ان انا لما عاوز مثلا استخدمها مثلا في البلاد، انا عندي مشكله في البرين مثلا، فهحط السيلز او هحط ستيم سيلز اللي هتعمل لي برين بس، هتعمل لي العيله بس، فانا الاحسن لي بيبقى غالبا مالتي بوتن. تمام، والاهم برضو ان هو الجسم يتقبله، ان هو ما يترفضش. تمام، دي برضو حاجه مهمه جدا. تمام، طبعا اورجان برضو سبيشاليزد ستيم سيلز اللي هو زي الهارت تيس بون مارو دي بتبقى مالتي بوتنت. بعد كل ده قلنا ان دول يعتبر فيهم مشاكل وبتاع، وصلنا لاثنين امنيوتيك فلويد ستيم سيلز وانديوسد بلوريبوتنت ستيم سيلز. تمام، الامنيوتيك فلويد ستيم سيلز، تمام، الحاجات الحلوه فيها ان هي مالتي بوتنت ايزلي ريتريفايد، اقدر ان انا احصل بيها وان انا يعني اتحكم فيها. تمام، في جيناتيك ماتش تو ديفلوبينج فيتس. تمام، طب ايه فكره الامنيوتيك فلو دي؟ انا دلوقتي عندي لما قعدوا يدرسوا برضو في الامبريولوجي شويه جابوا الامنيوتيك فلو ده قعدوا يدرسوه. تمام، بتاع امبريو بقى وات ايفر. تمام، قعدوا يدرسوه لقوا ان في نوع من الستيم سيلز تمام مالتي بوتنت، فاستغربوا قالوا طب ما كده كده اصلا الامنيوتيك فلويد ده اصلا بعد كده مش هنحتاج منه حاجه. تمام، كده كده اصلا خلاص يعني الجنين اول ما بينزل الامنيوتيك فلويد ده اصلا ما فيهوش اصلا. تمام، فليه ما نستفادش منه؟ وقعدوا بقى يجربوا ان هما يشوفوا هيقدروا يحطوه في البني ادم ده اللي هو صاحب الامنيوتيك فلو ده اصلا لما كان بيبي. تمام، لقوا ان في جيناتيك ماتش وان هو ان الجسم يرفضه قليل جدا جدا. تمام، فقالوا طب خلاص اي جنين، طبعا ده في الحاجات في الناس او في الدول اللي فيها جين بانك والحاجات دي والتيشو بانك والشغل ده، طبعا ما اعتقدش ان هو موجود في مصر بس ما علينا يعني، او لو كان موجود هيبقى قليل. اول ما يتولد تمام بيتسحب الامنيوتيك فلويد بتاعه. تمام، ويتحفظ في نيجاتيف 20 نيجاتيف 80 ديجري. تمام، لما يكبر حصله بقى مشكله مش عارف باركنسون ديزيز الزهايمر وات ايفر المشكله بقى اللي عنده. تمام، تنفع تتعالج بالستيم سيلز اهو عنده البنك بتاعه التشو بنك بتاعه بيرسوناليزد كمان يعني هو مخصص عشانه يرجع له ويستخدم المالتي بوتنت ستيم سيلز دي. في بقى طبعا الابلكيشنز بتاعته الترانسبلانتيشن ثيرابي. تمام،
وعشان study أو screen new drugs، إن هو drugs تبقى تنفع للشخص ده نفسه. تمام. وان انا تجديد وكده، ان انا عايز اجدد التيشو والسيلز، ببدا ان انا خلاص السيلز دي عامله لي مشكله، لا اعمل ريجنريشن ليها، ان انا ابدلها بستيم سيلز تانية بدل اللي عامل لي المشكله دي. طبعا ده فايده الستيم سيلز، ان انا ترانسبلانتيشن ثيرابي يوز تو ستادي اند سكرين، بعض اجربه نيو دروكس عليها. قبل ما فوائد وبعد كده في الكلاسز الاند والاكس والاند والاكس، في حاجه اسمها انديوس بلوري ستيم سيلز. ايه فكره الانديوس بلوري بوتنت؟ بجيب اي نوع من الادلت ستيم سيلز حتى بوتنت، بيزود عليه شويه فاكتورز او جينيتيك فاكتورز يقدر يتحكم فيه انه يرجعه ان هو يبقى بلوري او امبريونيك ستيم سيلز. برضه العلماء لحد دلوقتي هي اتكلموا في الموضوع ده 2011 بين او 2010، بس لحد دلوقتي لسه مش قادرين يتحكموا في الموضوع كليا. وحتى لما بيقدروا يرجعوها ان هي تبقى امبريونيك ستيم سيلز، بيلاقوا ان في كشكل او ككل حاجه تمام، بيلاقوا ان هم لما يجي يعملوها ديفرنشيشن ما بتقدرش ديفرنشيشن لكل الانواع، فهو فيها مشاكل ولسه بتدرس يعني. تمام. الكلاسز بتاعت الجيرم ليجرز، هبدأ بأول حاجة الإكتوديرم. ليه؟ سأل واحد إكتوديرم من بره. تمام. هقسمه بس لأكتر من حاجة، واحنا هنطلع حرفيا اللي هيطلعه أو اللي هيدفرنشيت لي بعد كده بسهولة. سيرفس إكتوديرم، هسمه السيرفيس اكتوديرم. نيورال تيوب، ونيورال كريست. فاهم؟ ده الحاجات اللي بيتقسم لها الاكتوديرم بعد كده في الامبريو جينيسيس. تمام. السيرفيس اكتوديرم نتخيل هيعمل ايه؟ هيعمل لي of outermost layer من السكين. ايه هي؟ ابيديرمس. اعتقد خدته في السيستمز الشغل السكين متكون من ايه، هو ابيديرمس، ديرمس، هايبوديرمس، او الاخر حاجه اللي هو وتحتيها الكونكتيف تيشو بتاعتها او اللي هو بيطلع منها بلاد سبلاي وكده. الاوترموست لاير ايه؟ هي الابيديرمس. هيعمل لي ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني موجود على جسمي من بره؟ هير، نيلز. تعال نمشي على العين شويه، اللينس بتاعت الاي، الكورنيا بتاعت الاي. تمام. امشي بقى شويه، انا مش في ايدي في غدد دهنيه. تمام. معاه اسم الغدد الدهنيه دي ايه؟ سبيشيس جلاند، ودي تعتبر السبب في حاجات كتيره، منها الريحه الوحشه ومنها الحبوب بتاعت الوش بتبقى كونسنتريتد اكتر في الوش وكده، بتبقى في سبيشيس جلاند كتير. تمام. ف دي سبب يعني، هي لما بتنسد السبيشيس جلاند دي بتكون الاكنس. تمام. اللي هي الحبوب حبه شباب. ما علينا يعني، سبيشيس جلاند والابيثيليوم. ايه تاني موجود في وش البقي؟ فهو الابيثيليوم بتاع اول حاجتين من الدايجستيف تراكت، الماوث والفارينكس. هو انا مش سكين ده بحس بيه، فزود على الحاجات اللي انا لسه بشوفها من الفيشل فاكتورز بتاعي، زود عليها النيرفس سيستم. فهقول لك النيورال تيوب يبقى هيعمل لي التيوبز او الكور بتاع النيرفس سيستم، يبقى هيعمل لي البرين، سباينال كورد، البوستيريور بيتيوتري جلاند، هيعمل لي الريتنا،
هيعمل لي الموتور نيورونز، تمام كده. ادخل بقى بقى لي ايه من النيرف، بقى لي بريفيرر معلش الار فيها مشكله ساعات، بس بريفيرر الادرينال جلاند، ادرينال ميدالا سوري، ميدالا بتاعت الادرينال، الميلانوسايتس اللي بتعمل لي البيجمنتيشن بتاعت السكين، والدنتين بتاعت التيث. اغلب التيث بيتعمل اصلا في الاكتوديرم، النيورال كريست بيتعمل في الدنتين بتاع، بيعمل الدنتين بتاع التيث، تمام. انا قلت دلوقتي البوستيريور تيوتري جراند بيتعمل في النيورال تيوب بتاع الاكتوديرم، طب الانتيريور، الانتيريور تيوتري جلاند بيتعور حاجة اسمها ندخل بقى على الاكتوديرم، اخر حاجتين اكتو ديرم. الاكتوديرم احنا قلنا الاندو، قصدي ما بقول احنا لسه قايلين الاندو ديرم، معلش بيحصل ساعات برضو لخبطة، اسف، بس المهم ان الكونتنت يبقى هو صح. اندوديرم، اندوديرم يعني من جوه جوه جوه، يبقى انا امسك اي تراكت والابيثيليال لايننج بتاعها بالاندوديرم، هو مش اي قوي بس اغلبهم، فاهم؟ بس عشان نسهل على نفسنا لو اتزنقت في الامتحان نسيت اندوديرم، اندوديرم اندوديرم كانت جوه في اي ابيثيليال لاين لاي تراكت جوه، فاهم؟ انا مش قلت الماوس والفارينكس معمولين بالاكتوديرم، خلاص يبقى انا كده خلصت فيهم. بقيه الدايجستيف تراكت يبقى قلت اندوديرم، اندو جوه، يبقى اي لايننج بتاعت اي تراكت موجوده جوه جسمي، تمام. انا قلت الاكتوديرم عمل الماوس والفارينكس، يبقى انا كده عندي يبقى كده عندي الاندوديرم، الباقي بقى كله الابيثيليال لايننج. بتاع الدايجستيف تراكت كلها اكسبت ماوث اند فارنكس. تمام كده، يبقى انا بقالي بقيه اللايننج تراكت الاندوديرم عملها، تمام. طب انا في التراكت معايا شويه جلاندز كده، ليفر وبنكرياس وحبه كده حبشتكنات، كل الجلاندز بتاعت الدايجستيف تراكت اللايننج بتاعتها بالاندوديرم، تمام. ندخل على بعضه، الابيثيليوم بتاع الاوديتوري تيوب، وحاجه تانية التيمبانيك كافيتي اللي موجوده في الميدل اير، ده كل ده اندوديرم. اللي بعده اتبقى لي ايه؟ انا كده خلصت الديجستيف سيستم، ادخل على التريكيا، البرونكاي والالفيولاي. اللي بعده بقى لي يوريناري سيستم، يوريناري سيستم جزء منه معمول بالاندو والباقي معمول بالميزو، فهقول ان البلادر وبارت من اليوريثرا معمول من الاندو، يبقى كده عرفت ان الباقي كل اليوريناري سيستم معمول بايه؟ بالميزو. الفوليكل لايننج بتاع الثايرويد جلاند والسايمس الاثنين معمولين بالاندوديرم. تعالى ندخل على اخر حاجه الميزوديرم،
انا اتبقى لي ايه؟ هي المفروض الميزوديرم حاجه في النص. ايه اللي في النص؟ ما بين اللايننج وما بين النيرف سيستم والابيثيليوم والحاجات دي. اتبقى لي المسلز، البونز، السيستم، في كام سيستم برضو لسه موجود، كونكتيف تيشو اللي انا قاعد اقول فيها بقى لي سنتين، تمام؟ فكل ده تبع الميزوديرم. فالميزوديرم واخد السموز والستريتد ماسلز، واخد البونز والكارتليجز، واخد الكونكتيف تيشو، واخد الاديبوس تيشو، ما هي برضو موجودة في النص ما بين الاتنين، اللي هو الفات. ودي جواها سيلز اسمها اديبو سايتس، تمام؟ مهمة برضو، تمام؟ اتبقى لي من السيستم السيركولاتوري سيستم كله بما فيه الهارت، معمول بالميزوديرم. الليمفاتيك سيستم كله بما فيه السبلين، معمول بالميزوديرم طبعا، ما عدا زي ما قلنا في الاول السايمس، الفوليكال لايننج بتاع السايمس معمول بالاندوديرم. دي الحاجه الوحيده اللي في الليمفاتيك سيستم مش معموله بالميزوديرم. فالسبلين والليمفاتيك سيستم، السبلين الليمفاتيك سيستم كله بما فيه السبلين معمول بالميزوديرم، ما عدا الفوليكال لايننج بتاع السايمس، تمام؟ اخر سيستم قلت انا هكمله كله هنا في الميزوديرم هو الجينيتو يوريناري سيستم. من اسمه هو عشان هو اصلا بنقول ان اليوريناري سيستم هو والريبروتكتيف سيستم يعتبر مشتركين، في ليهم مخرج مشترك، فساعات بيسميهم الجينيتو يوريناري عشان يعتبروا متشاركين في مخرج واحد، سواء انا كان اليوريثرا في اليوريثرا في الميل او الفاجينا في الفيميلز. فقصدي في الجينيتو يوريناري سيستم عشان هم يعتبروا الريبرودكتيف سيستم يعتبر متحوط كده هو واليوريناري سيستم مع بعض في مكان واحد، تمام؟ فسواء مع الميل ريبرودكتيف سيستم فبلاقي اليوريناري بلادر جنبه، مش عارف السيمينيفرس تيوبلس والكل ده في حته واحده، نفس الحوار الفاجينا واليوريثرا والحاجات دي كلها متجمعين قريب من بعض او مع بعض، مش هو مش مع بعض يعني، كله متجمع في حته واحده، ده قصدي يعني جنب بعض، ده قصدي، تمام؟ عشان بس ما يتفهمش غلط. في الفيميل لا، هو مش نفس الـ يعني هما متجمعين في مكان واحد بس مش نفس الدكتس مع بعض. اما في الميل هو نفس الدكت بتطلع من حته واحده بس كده. احنا نهينا الستيم سيلز. برضو لو في اي مسكونسبشن ممكن تسالوني عادي، مش عارف في كومنتس في الفيديوز اليوتيوب اللي بتبقى نون ليستد ولا لا، بس عامه ممكن برايفت اي حاجه، ومعاكم في اي وقت يعني، وبقى معاكم ان شاء الله خير، وسوري لو بتلخبط ساعات يعني.